حكينا على how likely is the fluorescence اللي هي قصدها بالفاعل quantum yield أو quantum efficiency اللي هي fraction of fluorescing molecules divided by the number of excited molecules. شفنا الرينج تاعها من 0 إلى 1. 0 يعني no fluorescence ولا molecule بيعملوا excitation لكن ولا molecule من excited بيعمل fluorescence. لا 1 يعني كل molecule تعمل excitation تعمل fluorescence. شفنا أنه الفا هاي محكومة بـ rates of the competing processes. شو اللي the processes اللي بتصير لما بنعمل excitation سواء intersystem crossing internal conversion external conversion. فبناخد الريت للفلوريسنس على الريت لكل processes الموجودة. الفراكشن هذا هو اللي بيعطيني فاي. وظهر عنا معلومتين جداد pre-dissociation و-dissociation برضو عرفناهم. pre-dissociation لما بنروح من S2 لS1 to a higher vibrational level اللي ممكن يعمل rupture of the bond أو breakage of the bond. و-dissociation لما المولكيول تعمل excitation من ground state ل higher energy level الانرجي اللي فيه كافي انها تعمل breaking for the bond. والريت للفلوريسنس للبري ديسوسيشن والديسوسيشن محكومين بالستركتشر. اكثر عامل بياثر عليهم الستركتشر والبقيه هذلاك محكومين باكثر بالانفايرومنت وتو ليس اكستنت بالستركتشر. وشفنا انه الترانزيشنز اللي بتعطي فلوريسنس انه سيجما سيجما ستار ما بتعطي فلوريسنس لانه الانرجي تاعها عاليه. فلما الموليكول تعمل absorption لإنرجي عالية ممكن يصير dissociation أو pre-dissociation بتروح fluorescence signal. الأنتوباي ستار الإبسلون تاعه ضعيف إذا بتتذكروا من الأبزوربشن molecular absorption. كون الإبسلون قليلة معناه الأبزوربشن قليلة excitation قليلة بتظل fluorescence signal كمان قليلة. فأكثر إشي الفلوريسنس بنلاحظها من تيجي من الإكسايتيشن من الباي لباي ستار positions أو أوربيتالز. هاي اللي بتعطي أكثر شيء فلوريسنس لأن الإبسلون إلها عالي شوي فبتعطي هاير فاي. حكينا برضو على كيف تأثير الستركشر على الفلوريسنس وحكينا كونه أكثر شيء بيعطي فلوريسنس اللي فيهم باي سيستمز فمعناها الأروماتكس راح تعطي فلوريسنس أكثر. فعشان هيك الأليفاتكس الفاتكس اللي الساتوريتد قصدي فيها الساتوريتد الفاتكس ما بتعطي فلوريسنس نادر. الكونجوجيتد الفاتكس فيها دبل بونز القليل منها بيعطي. لكن اكثر شيء بنلاحظ بالفلوريسنس نتيجه من الاروماتيك سيستمز. والكوانتم افشنسي للاروماتيك سيستمز انكريزز وذ انكريزنج نمبر اوف فيوزد رينجز. شفنا كيف لما هالاروماتيك سيستمز هذول اللي فوق نو فلوريسنس ما لهم فلوريسنس سيجنال لما عملنا اعطيناهم فيوزد رينج كل واحد فيهم صار عندي سترونج فلوريسنس سيجنال لانه زدنا الكونجيجيشن. حكينا على السبستيتوانس على البنزين رينج. البنزين رينج نفسها اذا اعطيناها relative fluorescence intensity 10 أي substituent على البنزينينج راح نعمل shift للفلوريسنس signal to a red shift bathychromic shift. يعني بيزيدوا اللامدا تاع الفلوريسنس ل higher numbers. وهذا شوفوا بالبنزين الماكسيموم كانت على 310 صارت 320 نتيجة substituent لما حطينا CH3. لما حطينا C3H7 كمان زادت برضو زادت الفلوريسنس سيجنال. الهالوجينز بيقللوا الفلوريسنس سيجنال ما عدا الفلورين. الفلورين بتضل الريليتيف انتنسيتي 10. الكلورين والبرومين بيقللوا الفلوريسنس سيجنال نتيجه الهيفي اتوم افكت حكينا عليه سابقا. الاي لما بتكون سبستيتيوت على البنزينينج بتقتل الفلوريسنس بتصير سيجنال زيرو نتيجه البري ديسوسيشن هي والان او 2 وهكذا. كمان إشي له علاقة بالستركتشر الريجيديتي. كل ما كان الستركتشر جامد ريجيد ما في حركة كل ما كانت الشانسز إنه يعطي هاير فلوريسنس سيجنال بيكون أحسن. وهذا مثال كويس الباي فنل هذا نوت ريجيد لأنه في روتيشن
روتيشن حول السنجل بوند، وفي كمان فايبريشن. الفايبريشن يعني بتطول الرابطه وبتقصر، فهذول بيقللوا الفلوريسنس سيجنال. بينما اذا بعمل بثبت الروتيشن والفايبريشن هذا باني بربط هذول بكربوني هون، صار هذا ريجيد سيستم، بصير عندي الفلورين الفايب بتزيد من 0.2 بتطلع ل 1، بصير كل اكسايتد مولكيول تعطيك فلوريسنس سيجنال. حكينا على التمبرشر والسولفنت فيسكوسيتي. التمبرشر، التمبرشر بتاثر على الفلوريسنس من ناحيه انه كل ما زادت التمبرشر بتزيد سرعه المولكيولز، حركه المولكيولز، فبصير مور كوليجز مع السولفنت مولكيولز فبتقلل الفاي. ف انكريزنج تمبرشر increase the frequency of collisions، معناها بيزيد the probability of external conversion. لما تضرب بالسولفنت مولكيولز تفقد الانرجي لها، معناها بتقلل الفاي، يعني بتقل الفلوريسنس سيجنال. الفيسكوسيتي، اذا قللنا الفيسكوسيتي يعني صار الفيسكوسيتي مش لزج كتير، بيعمل نفس عمل التمبرتشر، كل ما قللنا الفيسكوسيتي بتزيد حركة المولكيولز فيه فبتقل الفاي، نفس ال increasing temperature. كمان phi decreased in solvents containing heavy atoms، لأنه الheavy atom بي enhances the inter-system crossing. منروح من السنجلت للتريبلت، فإذا رحنا من السنجلت 1 للتريبلت معناها بطل فيه فلوريسنس سيجنال، صرنا نشوف فوسفوريسنس. وكمان العملية هاي نستفيد منها إنه الheavy atoms هذول، إنه إذا بدنا إحنا إذا بدنا نعمل فوسفوريسنس measurements، ما بتهمني الفلوريسنس، بدي فوسفوريسنس. فشو بعمل؟ بضيف على السولفنت هيفي اتومز. الهيفي اتومز بينهانس الانتر سيستم كروسنج للتريبلت ستيت، فبيزيدوا الفوسفوريسنس سيجنال وبيقللوا الفلوريسنس. فاذا بدي اقيس الفلوريسنس بضيف هيفي اتومز تو ذا سولفنت. توقفنا عند هالسلايد هاي البي اتش، الافكت اوف بي اتش. طبعا البي اتش راح تاثر على الفلوريسنس سيجنال اذا في عندي البروتونز بالستركتشر تاعنا ريبليسابل بروتون، او اذا كان اف وي كان بروتونيت ذا كومباوند، اما نشيل البروتون او نضيف عليه البروتون. ففلوريسنس اوف ان اروماتيك كومباوند وذ اسيديك اور بيسيك رينج سبستيتوانتس. اسيديك يعني مثلا الاو اتش يعتبر اسيديك هو يا او سي او او اتش مثلا، هاي اسيديك سبستيتوانت. ال NH2 هي بيسك سبستيتوانت. اذا في اسيديك اور بيسك سبستيتوانت بصير البي اتش لها اثر على الفلوريسنس سيجنال. كيف هلا لو اخذنا الانيلين، هذا الانيلين بال NH2، هذا الفلوريسنس سيجنال تاعه ضعيفه، هياته الانيلين له فلوريسنس سيجنال لكن ضعيف نوعا ما. إذا بنعمل له بروتونيشن يعني إذا بنحطه بأسيديك ميديوم بصير الـ NH3 وعليه بلس. الـ NH3 وعليه بلس بضل مثله مثل الأنيلين، بضل الريلاتيف فلوريسنس انتنسيتي زيرو، ما إله فلوريسنس أتول هذا. لكن إذا بحطه في بيسك سوليوشن، البيسك سوليوشن أو حتى من غير بيسك سوليوشن، بالأسيديك بصير بروتونيتد، من غير البيسك اللون بير هذا بصير يعمل كونجوجيشن مع الرينج، بنزل اللون بير هذا لهون بيعمل دبل بوند، والدبل بوند هاي بتطلع لهون بتصير نيجاتيف، فبصير هون بوزيتيف وهون نيجاتيف، والنيجاتيف هاي مرة تانية تنزل هون بتعمل دبل بوند، والنيجاتيف تنتقل لهون، نجيبها لهون تنتقل لهون، فصار عندي ريزونانس فورمز 1 2 3 4 ريزونانس فورمز. كل ما زادوا ريزونانس فورمز للستركتشر كل ما زادت الفلوريسنس سيجنال. الريليتيف انتنسيتي صارت 20، رقم عالي جدا مقارنه بالالينيوم اين. فمور ريزونانس فورمز معناها مور ستيبل فيرست اكسايتد ستيت، معناها مور فلوريسنس، بتصير فيرست اكسايتد ستيت ستيبل، بصير يجمع الكترونات فيها تعطيني الفلوريسنس. فكل ما زاد الريزونانس فورمز كل ما زادت الفلوريسنس سيجنال. ليش؟ لانه ستابلايزز ذا فيرست اكسايتد ستيت انهانسينج الفلوريسنس سيجنال. ستابلايزنج يعني بقللوا الانرجي تاعها، فبصير الترانزيشن للجراوند ستيت اسهل. ذيرفور اناليتيكال بروسيجرز بيز اون فلوريسنس فريكوينتلي ريكواير كلوز كنترول اوف بي اتش.
إذا بدنا نعمل fluorescence measurements بدنا ننتبه إذا كان في عنا على الرينج acidic or basic substituents، إذا موجودين لازم نتحكم بالpH تاع المحلول بحيث نصل على fluorescence signal اللي بدنا إياها. واضح الكلام؟ أوكي. كمان من اللي بيأثر على الفلوريسنس سيجنال presence of oxygen، الأكسجين بيأثر على الفلوريسنس بقلل الفلوريسنس. presence of dissolved oxygen or other paramagnetic species نتيجة الباراماجنتيزم تاعه أو الباراماجنتيك بروبرتيز بيعمل interaction مع السبين تاع الإلكترون وبيغير بالترانزيشن تاع الإلكترون. So the presence of oxygen or other paramagnetic species reduces the intensity of fluorescence in solutions. ليش؟ لأنه the paramagnetic properties of the species enhances اللي هي الأكسجين أو species الثاني enhances intersystemic crossing. يصير عندنا spin orbital of interaction. فبصير عندي intersystemic crossing بتروح من السنجلت للتريبلت. إذا راحت للتريبلت بطل في عندي fluorescence signal. فالأكسجين أو الباراماجنتيك ماتيريال بتقلل الفلوريسنس سيجنال نتيجة الانتر سيستم كروسنج. في أسئلة قبل ما نخش بالكونسنتريشن لأنه موضوع تاني. Any question؟ Any question؟ ما في؟ نحكي على الإفكت أوف كونسنتريشن أون فلوريسنس انتنسيتي. طبعا هي proportional to radiant power absorbed، كل ما صار absorption أكثر كل ما صار عندي excited states أكثر كل ما صار عندي fluorescence signal أقوى، فهي directly proportional to the radiant power. فهاي بنقدر نعبر عنها ب fluorescence signal is directly proportional، هذا constant proportionality constant في مضروبة في ال power of absorbed radiation. ال power of absorbed radiation اللي هي P sub 0 minus P والاف اللي هي الفلوريسنس سيجنال نقيسها وهذا الابزوربد راديشن. الكونستنت هذا بنقدر نعوض هون ناخذ من بيرز لو من البي سب زيرو والبي وما الى ذلك لها خطوات يعني اشتقاق. يعني من بيرز لو نقدر نعوض بيرز لو بتصير الفلوريسنس سيجنال بيساوي 2.303 K prime نفسها epsilon BC في P sub 0. هلا إذا كنا إذا بنحكي لنفس المركب ال B ثابت، ال epsilon ثابت، ال B ثابت، هذا proportional constant، هذا رقم ثابت، وإذا كنا at constant P sub 0 إذا كانت ال intensity of incident radiation ثابتة صار هذول كلهم ثوابت باستثناء ال concentration، بصير F proportional to يعني يشملوا كل الـ variables هذولا ما عدا C حطوهم بثابت واحد K بتصير F equal K times C. يعني الـ fluorescence signal is proportional to the concentration إذا كان الـ incident radiation constant. بتثبت الـ incident radiation كل ما زاد الـ concentration تاعي كل ما زادت الـ fluorescence signal. إذا الـ F versus C لازم يعطيني straight line with a slope equal K، علاقة linear is linear at low concentrations. ما زال الabsorbance للspecies اللي عندي less than 0.05 العلاقة هاي بتضل linear. إذا زاد الabsorbance عن 0.05 بتصير non-linear نتيجة بعض الinteractions اللي بتصير رح نشوفها بعد شوي. إذا صار عندي بقدر أتحكم بالfluorescence signal إني أزيدها بزيادة الconcentration إذا كان P sub 0 ثابت. الانسيدنت باور في انسيدنت راديشن برضه مشروطه انه يكون اللينير ريليشن شيب مشروطه بابزوربنس ليست ليس ذان 0.05 ابزوربنس يعني ديليوت سوليوشنز. ليش اذا زادت الابزوربنس عن 0.05 ليش بصير ديفيشنز عن لينياريتي؟ ات هاي كونسنتريشن يعني الابزوربنس اذا تعدت ال 0.05 صار عندي كونسنتريشن عالي انف ليدز تو نيجاتيف ديفيشن. هلا بنشوف بعد شوي ليش بصير نيجاتيف ديفيشن. فالديفيشنز اللي بتصير اولا الهاي كونسنتريشن بصير عندي نيجاتيف، الديفيشن الثاني الدايناميك كوينشين
اللي هو non radiative energy transfer from excited species to other molecules through collagen بيسموه collagenal quenching. يعني المولكيول الاكسايتد هي عم تتحرك تعمل كولاجين مع مولكيول تاني بالجراوند ستيت، الاكسايتد بتعطي الاكسس انرجي اللي معها للمولكيول اللي بالجراوند ستيت از هيت بتسخن المولكيول، يعني ما بتعطيني راديشن، معناها قلت الفلوريسنس انتنسيتي، معناها صار عندي الاوبزيرد سيجنال اقل من الحقيقيه نتيجه الدايناميك كوينشنج اللي ناتج عن الكوليجنال كوينشنج او الكوليجن بتوين مولكيولز، انه المولكيول تفقد الاكسس انرجي از هيت باي كوليجن، كمان هذا ليدز تو نيجاتيف ديفيشن. واضح الكلام؟ واضح. ليه ما في reactions؟ أنا مش حاط ال presenter view. في أسئلة يا شباب؟ فاهمين علي صبايا؟ فاهمين دكتور. Okay, good. إذا هذول شفنا خلصنا منهم الـ high concentration والـ dynamic quenching will lead to negative deviation from linearity للعلاقة اللي شفناها لـ fluorescence signal versus concentration. كمان نتيجة self absorption شو اللي بصير؟ excited molecule بتعمل emission of a fluorescence signal، إذا ترجع لـ ground state بتعطي الـ fluorescence signal تاعها، هالفوتون اللي طالع الـ fluorescence هذا تعمل له absorption في مولكيول تاني بالجرامد ستيت بتعمل absorption للفوتون هذا، فإذا المولكيول بالمحلول عملت absorption ما وصل الديتكتر معناه ما شفنا إحنا، هذا صار اسمه self absorption، الفوتون اللي طالع من الاكسايتد لفلوريسينج مولكيول تعمل له absorption مولكيول تاني بالجرامد ستيت، فما بيوصل الديتكتر ما بيشوفه، كمان هذا بيعطيني negative deviation from linearity when emission wavelength overlaps an absorption band. اللي هو الحكي اللي فسرت لكم اياه، انه مولكيول بتعطي فوتون له ويف لينث مقابل الويف لينث هذا بيقابل الانرجي اللي مولكيول ثاني بدها تعمل ابزوربشن بهالها الويف لينث هذا، بتاخذ الفوتون وما بيوصل للديتكتر، برضه هذا ليدز تو نيجاتيف ديفيشن اور ليدز تو اي ماكسيمم. يعني كل ما خلينا كيف بيعطي ماكسيمم، نبدا ب لو كونسنتريشن في فلوريسنس، بنزيد الكونسنتريشن بتزيد الفلوريسنس، تابعوا معي، يعني الكيرف طالع له سلوب، بنزيد الكونسنتريشن كمان شوي بتزيد الفلوريسنس، كمان شوي بتزيد الفلوريسنس، لما نوصل لكونسنتريشن معين عالي شوي بصير عندي سيلف ابزوربشن، بصير الفلوريسنس السيجنال تقل شويه، فبجوز تصير يعني تثبت لفترة معينة، لما بيزيد التركيز كتير بتصير تقل نتيجة السلف أبزوربشن نتيجة الكوليجين كوينجي، فكل ما زاد التركيز بعد حد معين بتصير الفلوريسنس سيجنال تقل أكثر، برجع الكير بينزل فبصير طالع as a peak وبينزل مرة تانية بيعطيني ماكسيموم أو بيعطيني ديفيشن نيجاتيف ديفيشن، إذا بتتذكروا بيرجلو بصير ينحني للأسفل شوي صغيرة ما برجع أرجوه، فالاثنين جائزات إما negative deviation أو a maximum. كمان بيؤدي لفلوريسنسي كوينشينج لpresence of oxygen، شفنا شو تأثيره لpresence of oxygen، ليش بيؤدي لقلل الفلوريسنس signal، الparamagnetic properties promote internal intersystem crossing، هو كاتب internal لا promotes inter-system crossing، بياخذ المولكيول excited molecule from a singlet to a triplet state، معناه منبطل نشوف the fluorescence signal. كمان نفس أي paramagnetic material تاني مثل الأكسجين كمان بتعمل نفس عمل الأكسجين، بتعمل promotion أو enhances the inter-system crossing decreasing the fluorescence signal أو quenching the fluorescence signal. برضو كمان الأكسجين ممكن إذا وجود الأكسجين يعمل فوتو أكسيديشن للمركبات اللي موجودة عندي، يعمل أكسيديشن للمركب اللي بده يعطيني الفلوريسنس سيجنال، إذا عمل له أكسيديشن غير طبيعة المركب معناه قل بجزء حوله لمركب نون فلوريسنج، فبتقل السيجنال
fluorescent signal اللي طالع من هالمركبات نتيجة الأكسيديشن أو photochemical oxidation the same. Okay. هلا نشوف تأثير الانسيدنت راديشن. إذا تتذكروا لما كنا نحكي على الأبزوربشن كان الأبزوربشن بيساوي log P sub 0 over P. يعني إذا كان عندي weak intensity low power for incident radiation بيعمل absorption من قيس P sub 0 و P ونأخذ الريشيو بيعطيني الأبزوربشن تاعهم. إذا بزيد الانتنسيتي للإنسيدنت راديشن بزيد الباور of P sub 0 بالمقابل بتزيد الانتنسيتي الباور ل P الريشيو بضل ثابت الأبزوربرز ما بيتأثر فالإنتنسيتي of the source ما رح تأثر على قراءة الأبزوربرز. أوكي ما لها علاقة بالأبزوربرز لكن الباور of incident radiation بتأثر على الفلوريسنس كيف؟ نرجع للعلاقة السابقة الفلوريسنس is a proportional to كانت الـ P sub 0 من ضمن الـ K نطلعها برا K times P sub 0 times C. هلأ K ثابت إذا ثبتنا الكونسنتريشن صار هذول الثنتين constant فصارت الفلوريسنس is a proportional to P sub 0 الفلوريسنس signal directly proportional to the power of إذن إذا كان عندي low intensity هاي أول مشكلة اوكي قطعت النت يعني بدكم تتحملونا شوي كل حوالي تلت ساعة بتقطع عندي النت ما بعرف ليش الواي فاي بيفصل فبغيب للحظات بس بستنتها ترجع النت هيا ترجعت فصار عندي إذا كان عندي محلول والفلوريسنس سيجنال ضعيف جدا مش قادرين نعمل فلوريسنس ميجرز بسهوله بستخدم محلول بزيد الانتنسيتي الكونسنتريشن قليل بزيد الانتنسيتي او الباور اوف ذا انسيدنت راديشن بحسن الانتنسيتي اوف الفلوريسنس سيجنال فبقدر ازيد السنسيتيفيتي للميجرمنت تاعوني بزياده الباور اوف انسيدنت راديشن كان انكريز ذا سنسيتيفيتي اوف الفلوريسنس اكسبيرمنت باي سمبلي انكريزينج بي سب 0 بينما بالابزوربشن ميجرمنت سواء كان weak P sub 0 أو high P sub 0 large P sub 0 الأبزوربنس ريدنج بتضل ثابتة ما زال الكونسنتريشن ثابت ما بتتغير يعني ما بنقدر نغير السنسيتيفيتي بزيادة الانتنسيتي اوف انسيدنت راديشن بالأبزوربشن ميجرمنتس بالفلوريسنس بنقدر زي ما احنا شايفين هون therefore high intensity sources usually used in fluorometers and spectrofluorometers بأجهزة اللي منقيس فيها فلوريسنس الانتنسيتي للسورس مهمة جدا فعشان هيك دائما بندور على high intensity source وراح تشوفوا بس نحكي على الجهاز احسن sources للفلوريسنس measurements اللي هي الليزر لان الليزرز لها very high intensity الليزرز والزينون لامب كمان كويسة high intensity لانه تعطيني sensitivity عالية Any questions? لا في أسئلة. نحكي على types of luminescence spectra. هلا زي ما أنتم شايفين هذا spectrum لا. Fluorescing molecule اللي هي هاي فينانثرين الفينانثرين molecule بنعطيها radiation تعمل excitation على هالتو wavelengths هذولا بعد لحظة صغيرة بتعطيني at longer wavelength بتعطيني الفلوريسنس signal و at even longer wavelength بعد لحظة كمان بتعطيني الفوسفوريسنس signal excitation fluorescence phosphorescence هلا في عندنا زي ما انتم شايفين اكثر من نوع من السيجنالز بنقدر نعمل ديتكشن الفوسفوريسنس سبيكترا اوف فينانثرين زي ما احنا شايفين
مرة تانية الإكسا هذا الإكسايتيشن وهذا الفلوريسنس وهذا الفوسفوريسنس. فممكن إنه نسجل إكسايتيشن سبكترم، ممكن إنه نسجل الإيميشن سبكترم. الإيميشن سبكترم إما بيكون فلوريسنس أو فوسفوريسنس. إذا بقدر أخذ من الفلوريميتر جهاز سبكتروميتر اللي بيقيس الفلوريسنس بقدر أخذ منه نوعين من السبكترم. النوع الأول بنسميه الإكسايتيشن سبكترم، والنوع الثاني الإيميشن سبكترا. الإكسايتيشن سبكترا شو بنعمل فيه؟ هذا بنسجل الليوينسنس سيجنال انتنسيتي ات فيكسد ويف لينث وايل ذا إكسايتيشن ويف لينث از فاليد. احنا بعدنا ما حكيناش على الانسترومنت، لكن قبل ما نحكي على الانسترومنت نحكي نوضح انه احنا بدنا نعمل ناخذ راديشن من السورس ونعمل فيه إكسايتيشن. احنا بحاجه لمونوكروميتر حتى ننزل سيرتين ويف لينث على السامبل حتى نعمل اكسايتيشن. ففي عندي اكسايتيشن مونوكروميتر. هلا لما عملنا اكسايتيشن المولكيولز اللي بالمحلول بدهم يعطوني الفلوريسنس سيجنال، هاي اللي بدي اوديها على الديتكتر الفلوريسنس سيجنال، هاي كمان بمررها على مونوكروميتر ثاني عشان نقيس على نقيس سيرتين ويف لينث من الايميشن ايميتد راديشن. فصار عندي تو مونوكروميترز، واحد للاكسايتيشن وواحد للايميشن، فبقدر أتحكم بهم الاثنين هذول. إذا بدي أسجل excitation spectrum أشوف وين الموليكيول بتعمل absorption، بثبت الluminescence monochromator أو الemission monochromator بثبته على wavelength ثابتة، وبغير excitation monochromator وبسجل spectrum بيطلع معاي اللي بنسميه excitation. كيف الabsorbance بيتغير مع wavelength؟ هذول بيكونوا ثابتين على ويف لينث واحدة، ما بيطلع السبكترمات معنا. يعني منحط مثلا على ويف لينث 400، منثبته على 400 ومنغير الإكسايتيشن مونوكروميتر بيطلع معي السبكترمات. هذا منسميه إكسايتيشن سبكترم identical to absorption spectrum بالتأكيد، لأنه لما منثبت اللومينيسانس لما وبغير الإكسايتيشن وين بصير absorption أو وين بصير excitation للموليكول، هو عبارة عن absorption بيعطيني signal، فراح يكون هذا مشابه للabsorption excitation spectrum، راح يكون مشابه للabsorption spectrum identical to absorption spectrum taken at the same condition. بالمقابل الemission spectrum شو بنعمل بالemission spectrum؟ بنسجل luminescence intensity versus wavelength لما بيكون excitation wavelength ثابت. هذا مثلا excitation wavelength excitation monochromator بثبته مثلا على 250 على الwavelength maximum، بخليه ثابت وببلش أسجل الفلوريسنس signal at variable wavelength بطلع معاي هذا، أو إذا سجلت الفلوريسنس بطلع معاي هذا. فالemission spectrum بسجل luminescence intensity versus wavelength متغير، هذا بيكون while excitation wavelength is constant. Approximately mirror image of the excitation spectrum. The emission spectrum بيكون as a mirror image للabsorption للexcitation spectrum. ليش؟ طلعوا على هالspectrum هذا. هذا الexcitation spectrum وهذا الemission spectrum. لو نزيح هذا لهون، هذا الخط هذا نجيبه هنا، مش بيكونوا mirror image لبعضهم؟ فالإميشن سبكترم يوجوالي بيكون ميرور إيميج للإكسايتيشن سبكترم أوف إفلوريسنس سبكترا. ليش؟ اللي هو هذا للأنثراسين مرة تانية، إكسايتيشن سبكترم أوف أنثراسين إن ألكوهول، وهذا الإميشن سبكترم للأنثراسين كمان إن ألكوهول، هذا ميرور إيميج لهذا. ليش الحكي هذا بصير؟ نتيجة الفايبريشنال ليفلز اللي موجودين. The vibrational energy difference for the ground and excited electronic states are roughly the same. يعني الفرق بين، شوف لما بنطلع من هون لهون زي لما بننزل من هون لهون تقريبا، فاللاين هذا راح يكون قباله لاين بالابزوربشن، راح يكون قباله لاين بالإيميشن. مرة تانية الموليكيول اللي بتعمل absorption من اللاين هذا اللي تحت لللاين هذا الثاني، هذا الانرجي ديفرنس تاعه exactly the same as لما الموليكيول بتعمل emission من
اوكي قطعت النت. لما بنطلع من اللاين اللي تحت هذا نعمل absorption للvibrational level هذا، يعني واحد من فوق. الانرجي اللي عملها absorption الفوتون هذا هي نفس الانرجي اللي راح يعطيها الفوتون اللي بنزل من الليفل هذا لا هو سوري 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 انا عم بخربط. الفلوريسنس كلها من اللوست فايبريشن ليفل من هون، فلاحظوا هذا الانرجي تاعه عالي نوعا ما، يعني شورت ويف لينك، هذا ات لونجر ويف لينك، ات لونجر ات لونجر ات لونجر. هلا هون هذا يبلش هذا ذا شورتست ويف لينك فيهم، بعدين بلش هذا لونجر 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 لونجر، فالبيكس اللي بيطلعوا هون بيطلع مقابلهم هون نتيجة الفرق بالفايبريشن انرجي ليفلز بين الاكسايتد والجراوند ستيت. ارجو انها تكون النقطة وضحت. انا شوية عكيت هون شوية لانه الفلوريسنس دائما initiated from the lowest vibrational level of the excited state. يعني هذا بده يكون هيك الكير ماشي هيك طالع للونجر ويف لينكس، طالع للونجر ويف لينكس، بعدين هذا الايميشن تاعنا كمان هذا بده يكون طالع شورت ويف لينكس، بعدين يبلش ينزل للونجر ويف لينكس، فبيطلعوا ميرور ايمج تو ايتش اذر. هاي كل خط هون بيطلع مقابله خط بالناحيه الثانيه. هذا مره ثانيه اوفرلابينج ويز هذا الاكسايتيشن سبيكترم وهذا الايميشن سبيكترم. هذا الريزونانس فلوريسنس اللي هو اللاين هذا، هذا من هون لهون هذا الاكسايتيشن هون صار، هذا الايميشن تاعه البيك هذا اللي هون الريزونانس الريزونانس فلوريسنس. اني كويستشن؟ في اسئله؟ اذا في شيء مو واضح اسالوا، خاصه باللي عكينا فيهم. ما في اسئله يا صبايا ويا شباب؟ instrumentation. The instruments, the fluorescence measurements nearly all are double beam type instruments. All fluorescence instruments employ double beam optics to compensate for fluctuations in the radiant power. تتذكروا حكينا الـ intensity of radiant power إلها على بتأثر على السيجنال اللي بنقيسها، معناه إذا كان في fluctuation بالsource بتصير الفلورسنس intensity بتصير فيها fluctuation بتصير طالع نازلة. هذا الحكي ما بيساعدني، فعشان هيك لازم يكون عندي double beam instrument عشان نلغي fluctuation بالsource intensity. فكل spectrometers من كيس بيم فلوريسنس هم من نوع الدبل بيم تايب انسترومنتس عشان نلغي الافكت. هذا سكيماتيك او بلوك دياجرام، هذا السورس تو بيمز، هاي بيم بتروح على السامبل بتمر بالاكسايتيشن ويف لينكس سيلكتر على السامبل تعطيني الفلوريسنس سيجنال تاعها، بتروح على الايميشن ويف لينك سيلكتر اللي هو المونوكروميتر الثاني، بتروح على الترانسديوسر او الديتكتر على الالكترونكس سيجنال بروسيسور اند ديسبلاي، وبيم ثاني بتمر على بيم اتينيويتر على الترانسديوسر الثاني عشان نقارن التو مع بعض، عشان هذا الاتينيويتر عشان نعدل البيم الانتنسيتي للبيم هاي تكون نفس الانتنسيتي تاع البيم تاع السامبل عشان ما يصير في عندي افكت على الفلوريسنس. فكلهم بيكونوا دبل beam type, one beam, two beams. Most conveniently observed, the fluorescence signal, لاحظوا هلا وين حط السامبل تاعنا وين حط الديتكتر بالنسبة للسامبل. الديتكتر صار على يمين السامبل at right angle with the source. يعني ليش ما حط الديتكتر هون مثلا؟ لأنه لا، إذا حطينا الديتكتر هنا رح تيجي هي الفلوريسنس تطلع بكل الاتجاهات. Fluorescence signal emitted in all directions، لا لا أمام شمال يمين للخلف،
بس عادة نحط الديتكتر على اليمين عشان نشوف فقط الفلوريسنس سيجنال. إذا حطينا الديتكتر هون راح نشوف الفلوريسنس اللي طالع من السامبل وراح نشوف السكاترد راديشن اللي جاي من السورس. بصير تو سيجنالز جايين على الديتكتر تاعي، ما بفيد الحكا، بصير اوفرلابينج. فعشان هيك دائما الفلوريسنس سيجنال از ميجر ات رايت انجل وذ ذا سورس، الترانسديوسر از ات رايت انجل وذ ذا سورس، زاويه قائمه. بصير اي زاويه، زاويه حاده او منفرجه اذا بدك بصير، بس عاده اسهل شيء بياخذوا الرايت انجل. المهم ما يكونش الديتكتر على استقامه مع السورس، لو زاويه صغيره طب ياخذوا رايت انجل اقل سكاترينج. فموست كونفينيتلي اوبزيرف ات رايت انجلز تو ذا اكسايتيشن بيم تو مينيمايز كونتريبيوشن فروم سكاترينج اند فروم ذا انتنس سورس راديشن. يعني الفلوريسنس سيجنال راح تكون ضعيفه مقارنه بالانتنسيتي تاع السورس. اذا نحط الديتكتر هون بده يشوف سيجنال قويه من السورس زائد السكاتر، وبده يشوف الفلوريسنس. فالفلوريسنس ما راح تبين، ما راح نقدر نميزها من ضمنه. فعشان هيك حطينا ديتكتر at right angle to the source. انواع الانسترومنتس نوعين، في نوع بسموه فلورو ميتر او فلوري ميتر، التنتين جائزات، فلورو او فلوري ميتر. اذا كنا مستخدم فلورو او فلوري ميتر بيكون بيستخدم للويفلينك سيلكترز، بيكون يستخدم فلترز. فلترز ار يوزد از ويفلينك selectors for both excitation and emission. يعني إذا كان حطينا هنا filter وهون filter بصير اسمه fluorometer أو fluorimeter. وين أنا رحت؟ يا هاي اوكي، هذا الفلوروميتر لما نستخدم فلتر از ويف لينث سيلكترز فور بوث اكسايتيشن اند ايميشن سبكترا. اذا حطينا بدل الفلتر مونوكروميترز بصير اسمه سبكتروفلوروميتر. سبكتروفلوروميتر يعني تو مونوكروميترز، واحد للاكسايتيشن، اكسايتيشن مونوكروميتر اند ايميشن مونوكروميتر. وممكن يكون عندي هايبريد انسترومنت يكون واحد منهم فلتر والثاني مونوكروميتر، مثلا فلتر للإكسايتيشن ومونوكروميتر للإيميشن، أو العكس كمان صحيح، بصير اسمه هايبريد إنسترومنت، يعني بين الاثنين. يوز فلترز أز إكسايتيشن، والهايبريد هو بيستخدم فلتر للإكسايتيشن and مونوكروميتر أز إيميشن ويفلينك سيلكتر. العكس مش صحيح، لا رغم إني حكيتها إنه فلتر للإكسايتيشن، نعمل إكسايتيشن at wavelength ومنسجل الفلوريسنس سبكترم. لأنه لو عكسناهم فلتر على ببطل ما منشوفش فلوريسنس سيجنال، بصير إحنا عم نقيس إكسايتيشن سبكترم بس. الأفضل يكون الفلتر للإكسايتيشن والمونوكروميتر للإيميشن عشان نحصل على الفلوريسنس سبكترم. sources زي ما حكينا احنا بحاجه الى high intensity source، لانه الانتنسيتي تاع السورس بتحدد لي او بتزيد السنسيتيفيتي. فور هاي سنسيتيفيتي وي نيد ا انتنس سورسز ار يوزد ان اليومينيسنس ميثودز ذان ان ابزوربشن ميثودز، لانه بالابزوربشن السورس انتنسيتي ما بتاثر، البي سب زيرو ما لها علاقه بالابزوربشن او بالسنسيتيفيتي، because luminescence signal is a proportional to radiant power of the source. عشان هيك شو راح نستخدم لامز، بندور على لامز الانتنسيتي تاعها عاليه. ان فلوروميترز لو بريشر ميركوري فيبر لامز ار يوزد، ميركوري ات لو بريشر بيعطي لاين سبكترا وبيعطينا انتنس لاين سبكترا، بنستخدمه بالفلوروميترز. بالسبكتروفلوروميترز بنستخدمه هاي بريشر زينون. طبعا ليش هون استخدم لو بريشر؟ لانه عندنا فلترز عشان يعطيني لاين سبكترا، اخذ اللاين اللي بدي اياه فقط، بيكون فلتر بيمرر هاللاين هذا فقط، ما في داعي اخذ كونتينيوس سبكترم. ات هاي بريشر بصير السبكترم كونتينيوم، الانتراكشن بين الاتومز
بصير كونتينيوم، كونه عندي مونوكروميتر بقدر افصل الويف لينث اللي بدي اياها. فهون بستخدمه بالفلوروميتر، بستخدم لاين سبكتروم اللي هو اللو بريشر ميركوري، واذا كان عندي سبكتروفلوروميتر لانه عندي مونوكروميتر بستخدم هاي بريشر زينون ارك لامب اللي بتعطيني كونتينيوم سبكتروم، بالمونوكروميتر بحدد الويف لينث اللي بدي اياها. كمان الليزر تستخدم اللي هي line sources offer advantages when samples are very small. ليش؟ لأنه لما تكون sample very small بتكون signal very weak. بستخدم ليزر high power for intense for incident radiation، معناه بزيد عندي the fluorescent signal، بصير عندي enhancement لا sensitivity. As in micro probe chromatography and capillary electrophoresis or when highly monochromatic radiation is needed to minimize the effect of fluorescing interferences. Yeah, يعني المجالات اللي مستخدم فيها الليزر لما بيكون عندي very small samples، الميكروبروب بيكون يعني زي نقطة صغيرة، السامبل زي نقطة صغيرة بتكون، هذا ميكروبروب. فعلى نقطة تجيب انت radiation beam وتنزلها عليها، البيم بتضيع برا السامبل كلها، اللي بينزل على السامبل إيش صغير. ميزة الليزر انه بيسموها coherent very sharp line، دقيق جدا وcoherent very intense، يعني بتحطه بالضبط على النقطة بالضبط. فبيكون مستخدم كتير in microprobe chromatography or capillary electrophoresis. أو إذا كان في عندي fluorescence interference، يعني عندي إشي تاني بالسامبل، مادة تاني بتعطي fluorescence على نفس الwavelength اللي أنا عم بقيس عليه، أو بتعمل فلوريسنس على ويف لينث تعمل له ابزوربشن من البرود باند. فشو بعمل أنا؟ بستخدم الليزر لاين سورس لامدا واحدة بلغي الانترفيرنس، يعني ما رح يكون في يكون اللامدا اللي أنا بدي أقيس عليها مش موجودة اللامدا اللي بيعمل عليها الانترفيرنس، فبلغي تأثير الانترفيرنس. واضح الكلام؟ فاهمين؟ نشوف. اوكي، بالفلوريميترز بيستخدموا انترفيرنس اند ابزوربشن فلترز، الاثنين جايزين، واحنا عارفين هلا شو الانترفيرنس فلتر شو الابزوربشن فلتر. بالسبكترو فلوريميتر بيستخدموا الجريتنج مونوكروميتر، شيء طبيعي، هذول هم اكثر اشياء مستخدمين بالسبكتروميترز او سبكتروفوتوميترز بغض النظر سواء ابزوربشن او فلوريسنس. للترانسديوسرز الانتنسيتي لليومنسن سيجنال ضعيفة، مش كل الموليكيولز بيعطوا سيجنال، فعشان هيك بدنا سنسيتيف ديتكتر. فأكتر ديتكتر سنسيتيف هو الفوتو مولتبلاير تيوب، فهو كومنلي يوز سورس فور ميجرينج اليومنسن سيجنالز. كمان السي سي دي ار يوزد وين which permit rapid recording of both excitation and emission spectra. يعني اذا مستخدم السي سي دي بنسجل الاميشن سبيكترم وبنسجل الاكسايتيشن سبكترم بنفس الوقت ورابد، لأنه سريع، نعمل بلس من السيجنال نسجل التو سبكترا على طول، all wavelengths at the same time. Particularly useful in chromatography and electrophoresis، لأنه الكروماتوغرافي بيكون الإلي 1 طالع من الكولم ماشي، فبدك تسجل سبكترم لهالإلي 1 للأنالايت اللي طالع بالكولم هذا خلال لحظة قبل ما يمر من السيل تبع الديتكتر. فبيكون بنستخدم السي سي دي لأنه سريع، وللكاينتيك ستاديز كمان بصير. السيلز المستخدمين both glass and few silica cells are used، بعتمد إذا السيجنال تاعك بالفيزيبل لازم نستخدم، نقدر نستخدم الجلاس، إذا السيجنال تاعك بالفيزيبل باليو في لازم نستخدم few silica cells. instrument design أجله للمحاضرة الجاية.